هذا وقد عبرت نورة محسن صاحبة مشروع خالة العيال عن فرحتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسي لها، والذي أعطاها دفعة قوية لتستكمل فكرتها وحلمها، خاصة أنها كانت تشعر في أحيان كثيرة بالإحباط بسبب بعض الصعوبات. ووجهت نورة الدعوة لكل فتيات الصعيد للخروج للعمل وتجريب أفكارهن وعدم الخوف من المغامرة والتعب في البداية حتى يتحقق الحلم. مبسوطين جدا جدا من التكريم اللي حصل لنا من سيادة الرئيس، يعني كان حاجة كويسة جدا وكانت مفاجأة كبيرة لينا، وادتنا دافع ان احنا نكمل ونعمل شغل اكتر، وادانا كمان مسؤولية ان احنا نقدم سيرفيس اقوى للناس. احنا بنقدم بيبي سيت سيرفيس وهي جلسات الاطفال. احنا اول ستارت اب في الصعيد بشكل عام وفي المنيا بشكل خاص تشتغل في مجال جلسات الاطفال للامهات اللي بيشتغلوا عدد ساعات طويله جدا، ممكن توصل من 6 ل 8، ممكن توصل ل 10 ساعات بيشتغلوا طول الوقت، بيبقوا محتاسين يعملوا ايه مع اولادهم او يروحوا فين يودوهم يتصرفوا معاهم ازاي يعني. فاحنا قررنا ان احنا نبعت لها جليسه البيت، لانه البيت هو بالنسبه للطفل هو اكتر بيئه امنه واكتر مكان بيقدر ان هو يكون فيه يعبر ويبقى كويس وعلى راحته. بنبعت لها جليسه، الجليسه بتكون مدربه، احنا بنديها تدريب فور فري على الرعايه وكمان تنميه مهارات الطفل. بنعمل جدول لكل طفل على حسب عمره، الجليسه بتشتغلوا معاه وبنتابع معاها طول الوقت وبنعرف وصل لفين، علشان احنا مش هدفنا بس ان هو الطفل يقضي عدد ساعات كده وخلاص، لا احنا بنتمنى او يعني الفاليو بتاعتنا اللي احنا بنضيفها انه الطفل يكون عنده سكيل كويسه تاهله لخطوات جايه بعد كده في حياته.